فضيلة الشيخ عطية، هل رفع الأصوات في المساجد من العلامات الصغرى للقيامة؟ جاء النهي عن رفع الأصوات في المساجد بغير ذكر الله والعبادة، مثل نشدان الضالة والبيع والشراء. وجاء في مشارق الأنوار حديث نقله عن المعارف للشعراني، رواه الترمذي عن علي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فعلت أمتي 15 حل بها البلاء، ومنها ارتفاع الأصوات في المساجد. وذكر الكتاب بقية العلامات الصغرى للقيامة، وقال عن رفع الأصوات في المساجد إنه من علامات الساعة حتى لو كان بالعلم، لقول الإمام مالك: ما للعلم رفع الصوت. والمراد ما يكون فيه تشويش على المتعبدين أو كان للرياء والفخر. روى أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي ينادي ربه عز وجل فلينظر بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أن الحنفية قالوا: يكره رفع الصوت بالذكر في المسجد إن ترتب عليه تهويش على المصلين أو إيقاظ للنائمين، وإلا فلا يكره، بل قد يكون أفضل إذا ترتب عليه إيقاظ قلب الذاكر وطرد النوم عنه وتنشيط للطاعة. أما رفع الصوت بالكلام فإن كان بما لا يحل فإنه يكره تحريما، وإن كان بما يحل فإن ترتب عليه تهويش على المصلي أو نحو ذلك كره، وإلا فلا كراهة. ومحل عدم الكراهة إذا دخل المسجد للعبادة، أما إذا دخله لخصوص الحديث فيه فإنه يكره مطلقا. والشافعية قالوا: يكره رفع الصوت بالذكر في المسجد إن هوش على مصل أو مدرس أو قارئ أو مطالع أو نائم لا يسن إيقاظه، وإلا فلا كراهة. أما رفع الصوت بالكلام فإن كان بما لا يحل كمطالعة الأحاديث الموضوعة ونحوها فإنه يحرم مطلقا، وإن كان بما يحل لم يكره إلا إذا ترتب عليه تهويش ونحو. والمالكية قالوا: يكره رفع الصوت في المسجد ولو بالذكر والعلم، واستثنوا من ذلك أمورا أربعة: الأول ما إذا احتاج المدرس إليه لإسماع المتعلمين فلا يكره، الثاني ما إذا أدى الرفع إلى التهويش على مصل فيحرم، الثالث رفع الصوت بالتلبية في مسجد مكة أو منى فلا يكره، الرابع رفع صوت المرابط بالتكبير ونحوه فلا يكره. والمراد بالمرابط من يكون في الجهاد للحراسة وغيرها. والحنابلة قالوا: رفع الصوت بالذكر في المسجد مباح إلا إذا ترتب عليه تهويش على المصلين وإلا كره، أما رفع الصوت في المسجد بغير الذكر فإن كان بما يباح فلا كراهة إلا إذا ترتب عليه تهويش فيكره، وإن كان بما لا يباح فهو مكروه مطلقا. هذا ما جاء في كتاب فقه المذاهب الأربعة. والخلاصة أن رفع الصوت في المسجد بالذكر والقراءة والعلم لا مانع منه إلا إذا شوش على المتعبدين أو غيرهم فيكون مكروها، أما رفعه بغير ذلك كالكلام العادي فهو مكروه، والله أعلم.